عبد الرحيم، طيب اللي بيوتها مليانه ترضعها عيالها في وقتها ولا تمسكها؟ والله ما هو في حاجين دواليب. ها؟ في حاجين ما عندهم عيال. عيال بعيانات. زي هذا تبيع هذا؟ طير هذا؟ ايه. هذا في امه. لا بيع حاله. هذا عنده اخوه واحد ثاني. هذا اللي تشوف لي دواليب في الافراح يا عبد الرحيم. زي كذا كم كذا. لكن هذا سجل رقم، سجل رقم يا عبد الرحمن. انا غايب عن السجل. سجل رقم.